رجعنا مع عبدالله مازال فايق الجمهور سافي بليزير. الدنيا سخنت والناس بدات تخمم في السيف زاده، وفما السؤال ما سالوهش التوانسه الايامات، كيفاش باش نعدي السيف؟ السؤال هذا الناس الكل سالوه، كيفاش باش نعدي السيف؟ وين باش نعديوه؟ اون تولي كا تاها فواياج قرات لكم حسابكم كما تعرفوا. تاها فواياج شفنا في البرامج اللي عملناهم الكل، دلتكم وعطاتكم دي سيركوي في تونس، وعطاتكم متله في تونس، وعطاتكم خلاتكم تكتشفوا بلادنا من شمالها لجنوبها، وحضرت لكم سنه زاده دي بروجرام نتاع السيف خارج تونس والبرة زادة، اللي هما برشا بروغرامات. مثلا خارج لكم برشلونة، اسطنبول، ماليزيا، تايلاندا، مصر، البرتغال، المغرب، ايطاليا، برشا برشا بروغرامات اخرين بسوام مزيانة برشا. وما تنساوش اللي تها فواياج تعمل لي فواياج هذوما البرة اورغانيزي دو ا جوسكا زاد، انت ما تعمل حتى شيء ما تكسرش راسك. تها فواياج سي ان بروفيسيونيل يعمل لك لي فواياج هذوما الكل، على خاطر تها فواياج سي لاجونس نيميرو 1 دي فواياج اورغانيزي اون تونيزي. مالا تمشيو في السيت نتاع تها فواياج بوان كوم، تدخلوا تعملوا لي ريزرفاسيون نتاعكم وتلقاو لي زوفر كل فيسا، على خاطر شيء قاعد يطير والسيف بدا يجي. وتوا باش نكتشفوا بلادنا مع جو تها فواياج وعبدلي شو تايم. في العادة باش نوريكم التصويرة هذيا وانتوما تجاوبوا وتطلعوا فانا بلاصة في تونس. سهل ياسر باش تلعب معانا وباش تلعب وباش تربح. تدخل على الباج نتاع تها فواياج، تحط جيم وتجاوب وتحط اسمك هكاك، تدخل اوتوماتيكمون معانا في القرعه وتربح معانا بون داشا دو 300 دينار اوفير بار تها فواياج. وتوا الغانيون تاع الجمعه اللي فاتت باش نشوفوا تصويره عنق جمل، باش نشوفوا شكون الغانيون تاعنا. قرعه لمينا ديجا اون بري سيليكسيون. عايشه اليد البريئه. صفا عايشة به هاي عملنا تخليطة كي الجمهور وينو بتحبش العياط عايشة فينو عايشة بتحبش العياط ايا القايد مبروك عليك ربحت سيركوي سود مع تها فواياج. فاصل ثم نعود. بكم من جديد في عبدالله وتوا ضيفنا اللي جاي توا غني على التعريف. مانيش باش نقدمه لانكم تعرفوه، اسمه بركه يكفي كي نقولكم جلول جلاسي. ميرسي. جلول كارير معناها ما عادش فيها نقاش، كارير طويلة ياسر كبيرة. نحب نعرف الديبيو نتاعك أنت كشخص كنت قاعد كيما مثلا انسان يقول انا مغروم ولا عندي غرام ولا احساس نحب نمشي نعمل كونسيرفات. انت كيفاش بديت؟ بالضبط بديت الحكايه وانا عمري 6 سنين. 6 سنين؟ 6 ما معناها يعني معناها في السنه الاولى ابتدائي في المدرسه الابتدائيه التطبيقيه درج جلد قصبه. نهج درج جلد؟ نهج درج جلد. وانا صغير المعلم حفظنا انشوده ويلزمنا نغنيوها الكل، والمعلم يبدو في الصفوف كي وصل لي انا عملك قال مسكت. خفت انا رجعت قال لي غني انت. قلت علاش قال لي غني انت؟ غنيتها ونفكر حتى الانشوده نفكرها اسمها اخي اخي انت اخي فخر امي وابي، وقت اللي كان الخو ينفع خوه قبل هذا. انا غنيتها هما صفقوا. قلت اخي علاش صفقوا علي؟ انت ما تعرفش وقتها ما فهمتش انا علاش هما صفقوا. وبعد الحكايه بدات تفهم. بديت تفهم لي انت عندك موهبه الغناء. الغناء صوت. صوت. 6 سنين
تسع سنين يكتشفني معلم آخر نحب نوجه له تحية في مساكن إن شاء الله ربي يطول في عمره، ونتو نقول له سيدي حتى في تليفون نكلمه في العيد باش نعيط اسمه أحمد الزبيدي من في مساكن. سمعني كيفاش رتل عبد الباسط عبد الصمد وأنا صغير، الصوت كان نسخة مطابقة الأصل، كان كي يسمعني يبكي، زاد هو شجعني. أنا وقتها نقرأ في الدرجل، لكن الثانوي نقرأ في أم نرجد، نشق للسواق في رمضان ونسمع الناي ونسمع الموسيقى الصامتة محمد عبد الوهاب والنقشة بندي وكل حاجة الحلوة، وذني مشيت للناي ومن وقتها انطلقت. كيفاش مشيت؟ مشيت قريت عملت حاجة؟ ما قريتش، شريت ناي. شنو كيفاش صنعت ناي وحدي؟ صنعت ناي وحدي، كي سي تري امبورطون ديتاي هذا، صنعت آلتك وحدك. وحدي منين؟ من الكوجينه نتاع دارنا، قصيت الكاوتشو اللي في الكوجينه، الكاوتشو نتاع الغاز. لا 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 نتاع الماء، نتاع الماء باش نقول بيه حاجه، اي حاجه نقول. ومن بعد دخلت لفرقه الشبيبه المدرسيه اللي الاقطاب تو المعروفين الكل، بدينا من غادي. داركم شجعوك؟ شكون شجعك ولا ضد ولا معاه؟ والله بيني وبينك وانا صغير نتفكر عمي كان هكا معناها شويه ما يحبش الموسيقى، كان يضربني يقول لي اتلم علينا في الشواطين. هو حكى زفر يقول له تلم في الشواطن. اي معروفه، واحد يزفر يضربوه خلاص تلمنا في الشواطن. ناكل الضرب ونرقد والناي في يدي، وكي نقوم النوم نعمل لك عينيا نمد الناي ونعزف. معناها هبله. صعيبه آلة الناي؟ صعيب صعيب، لانه اخراج الصوت هو اصعب حاجه. لو مثلا اورج عندك و... ناي تحتك جبت حاجه؟ انا ما نجمش نمشي بلاش ناي. تصفيقه حاره الراجل. تو الآلة ذي نحن العرب متاثرين بها برشا برشا، وعندنا علاقه بها كبيره ياسر. صحيح، احكي لنا على صعبها، على على دنيتها. على اهم حاجه في الناي هو اخراج الصوت. يعني تو لطفي العبدالي هو بحذاه نقول له يا لطفي ها وناي خرج الصوت بالحق هكا. تحكي بالحق؟ لا من فوق، ما بعكس، من هنا من غادي، من غادي حط فمك الناي واعمل اها ديجا. استنى بلي تصفيقه كبيره على لطفي العبدالي. استنى 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 هاي جاي، هاي جاي. اسكت 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 ما تقلقوش هاي جاي. استنى هاو هاو فهمت لطفي؟ هذيك المشكلة خويا، صعيبة ياسر الناي، صعيبة بالجولة كيفاش يخرج الصوت. هذيك هي المشكلة نتاع يعني حتى العازفين اللي يتعلموا ديما أكثر حاجة يعديوا فيها وقت هي كيفاش إخراج الصوت. أنا خويا باش نحييكم الكل نقول لكم هني. حبيت نقول للناي يعزف كل شيء، يعزف الا ذي ذي بتاع تيتانيك ظهر لي. صحيح فوالا، يعطينا توا روح الزبده نتاعنا. هذه دنيتنا، هذه حاجه دنيتنا وفهمني، نحب نفهم في دنيتنا فما التونسي وفما الشرقي. الشرقي فوالا، وفما القصبه، خاطر انا كيما نقلد بصوتي حتى بالناي نقلد فوالا. هذا اللي نحب. تو هني عملت فلوت، فلوت اي عملت فلوت قبيل، عملت فلوت بال يعني الناي تو رديته يعزف فلوت باه الموسيقى نتاع فيلم تيتانيك. تو باش نهز الناي، الناي يقولوا الناي الحزين اي هذاك اللي نحبوه، الشجن نحبوا الدمار نحن. عرفت واشهر نغمه في الناي طبعا ديما يقولوا الناي الحزين هو الصبا. الصبا Thank you.
حسب ما هكا منذكر مارينيكس برشا في التلفزة خدمت بقلت ناي وحدها وعملت حاجة هكي معني مع فرقة مش وحدك ما جيتش مرة في ميسيون وقعدت هكا تتفنن بالناي يمكن في بعض الحلقات مع نجيب قبل نجيب نحكي لك دون لو طون دون لو طون أما توا لا لا عندي مدة ما عملت شيء زيدني حوايج أخرى أنا بديت نتسلطن معك واضح توا باش نعطيكم التونسي نتاعنا اللي فيه ريحة المدينة نتاعنا وخاصة ريحة السوق العطارين وك الجو نتاع المدينة العربية نتاعنا مش نمشي بيك ونرجع خاطر مش نقعدوش في نفس الموضوع مازلت كي تعدت ذكرى وفاة المرحوم نجيب الخطا الله يرحمه انا نسميه يعني كان بسم الله ما شاء الله الشعلة متاع نار كان ما يرقدش كان يخدم ليل ونهار يعني تم الميكروفون متاع الإذاعة الصباح يوم سعيد وغيره من برامج إذاعية وفي نفس الوقت يحضر البرامج التلفزه نتاعو يعني بالحق دي جروند زيميسيون دي جروند فاريتي بيان سور بالحق نجيب كان الشمعه اللي تتحرق باش تسعد الناس وانا نقول الله يرحمه ونعمه ما بخلش على حتى فنان تونسي بالتشجيع اما يلقى يعني الفنان يلقى عنده موهبه اي اما اللي لقاه يقول له صراحه وياما برشا جراو وراه وحبوا يرشيوه نجيب يقول لهم لا يقول لهم انا ما نعدي كان اللي عنده موهبة أنت تقلده مليح الله يرحمه وكذي وكذي بيضحك ينقلده زيدتي أني زيدي زيدتي ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وأرجو رضاء الزادة أن نظار كرام حيثما كنتم مع زميل عم جبار بحوري ننطلق في هذا المشوار الجديد وإن شاء الله نتمنى أن تكون سارة حلوة فيها الأغنية الهادفة فيها خصوصا الضحكة اللي يعني بحقيقة يعني أمنوا هنا برشا فكاهين حلوين وإن شاء الله نعديوا سهرة طيبة عبد الجبار توب أسمع كانت فما أمبيونس حلوة برشا أكيد زمن شباب وحلو وبين وبينك زمن كان فيه القلوب حلوة برشا سلول كنا كنحلو التلفزة نلقاوك صحيح يا كمقلد يا كمغني يا كموزيسيان معناها كنت بارك الله معناها عرسة من العرس التلفزة وميم طون أبار كموزيسيان محترم في عالم الموسيقى
كنت انت المقلد يعني رقم واحد، ما عندناش مقلد اخر، معناها حياتنا الكل ما نعرفوش. نعم. وبامتياز، مش معناها كلي مقلد، معناها تونس كي تجي انت نبداو الكل هاي هاو جلول جاب شوف شكون الصوت باش يقلدنا. شنو يخلي اليوم جلول ما عادش موجود؟ وفي تصريح من التصريحات قلت انا تقسيت من التلفزه. هو اول حاجه صعب نحن نقولها للتاريخ، كي تخدم مع ناس وكتعب اللي تعملوا تاع شهرين خدمة تصوير، وانت تعرف لطفي هذا، ومكياج وحفاظة ونص، وزيد فوق هذا أبار إني نمثل وأبار إني نقلد نعمل دوبلاج تاع الأصوات، ثم فيلم عملت دوبلاج كامل ساعتين ونص، وأنا في الصيف بالكاسك والليكرون قدامي وانا نعاود في صوت صاحبي اللي نحترمه برشا ونقدره الفنان هشام الصوم. اي عاودت له فيلم كامل التلفزيجيه، انا عاودت الموسيقى انا عملتها. اش مدخل هذا في هذا تو في حاجه إيه؟ حاجه من حاجات نخدم على المخرج هذا شهرين وبعد يقول لك انا خلصتك وانا ما خدت حتى فرنك. هي مش نوع تدخل المخرج في اقصائك من تلفزه معينه، ما هو حاجه اللي تهبط لك المورال نتاعك، تطيح لك مورالك بعد ما تعبت وخدمت وكذا، وما تاخوش حقك، ما تحسش روحك انك متظلم. سيرنا في المهنه ذي انك تخدم وما هذا حاجه من الحاجات. والحاجه الثانيه حسيت انه فما تناسي للامانه من القناه اللي انا كنت واحد من اولادها، اللي هي قناه تحكي عليها تو خاطر لعبت برشا قناه تونس واحد وتونس تونس اثنين واحد اللي هي ملك الشعب التونسي، ملك الشعب يعني انساونا، مش انا برك انا والجيل نتاعي كله. هي بركة نسيتك؟ والله يذولي هي بركة، والله هاكم انتم تفكرتوا يعني كم الصح هاي الغير مسالش يعني الغير سمي ميقلقنيش الحوار فكروني بارك الله فيهم ميقلقنيش هيك تفكرونا حنا بعد عندي معهم خدمة في رمضان هذا بيشوفوني إن شاء الله الناس هاي إن شاء الله مبروك الفترة عايش ثم حاجات عملتهم إن شاء الله بيش يظهروا للناس يعني معناها أنت تقول اليوم القنوات جدد ذوما الحرة أي؟ اللي ماش مطالبه باش تعيط لك عيطت لي والقناه نتاعك ما عيطتلكش الام اللي انا خدمتها. شنو السبب الحقيقي؟ اقسم بالله لا نعرف والله ما ماكش عام مشاكل جلول غادي ابدا، بالعكس انا يعرفوني انا مسالم ويعرفوني فنان وطيب نحب الناس كله ما عنديش حتى مشكله مع حتى حد. جلول توا كي حكينا نحن على التقليد ونعرفك كاليبر في التقليد، عندي ديفي صعيب برشا واول مره نعملوه وكان تنجح فيه انت يحب درا شكون بتاتر اخر يزم ينجح فيه. ريت البزار هذا كل ما تنزل باش يطلع لك اسم فنان اسم غناية مش نتاعو، فهمتها؟ اي لازمني نغنيها بصوته هو الجو هذاك الستيل هذاك ولا بتقليده هو ولا بحاجه كيف واضح نجرب خلينا نجربوا الاولى فريد لطرش عشيري الاول حلو ياس عشيري الاول والله ما ننساك عشيني الأول والله والله ما ننسى. جلون جورج وسوف الكمون منين هو مش بعد برشا في الأصوات على بعض بالضبط هو قصد وجورج الفنان الفنانين الحلوين برشا جورج لكن عندك البحة في اخر ايامات اخر الزمن اي الجموني منين يا نانا يا جحلت العين يا نانا الجموني منين يا جحلت العين يا نانا اوف يا نانا اوف يا نانا اوف يا نانا يا نانا انا برجولية عجبتني باش تعاودها صرتو كلي هي هي جرب جرب مو هذيك هي امشي واعمل طلة على باب الفلا امشي واعمل طلة على باب الفلا اوف
أنا أوف أمان أوف يا أنا حلو هاكا رجعناها تو قاسم الكافي هو يغني يغني الفريق اللي فوق غصنك يا ليمون اوف 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 ملا سخانة فوق غصنك يا ليمون دللي دمعي العيون روحي هيمنة يا حبيبي ويلومونا قالي يلومونا تحية القسم ما نعرفش كان مازال فما ولا الاخرى ما نعرف مازال جات لينك اليوم اسماعيل حطاب دار تليام الله يسامحه والله اللي يكتب فيهم دار لي لا اللي يكتبهم مش ميتي شميتي صعاب شنو واول مره بدنا نقول فيها لا ما يسالش نحبوا هذيك شنو هيا هيا ويا هيا 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 واك 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 أجاب وجاب وجاب مروع سليانة وجاب لي أمه متوفية هو ساقو حفيانة وجاب 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 ودارت 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 الأيام ومرت الأيام ما بين بعض وخسار هيا 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 أنا برسونيلمون أعتبرك نجحت في الدفية ذي اللي عملناش قولوا الجمهور بالله باش نسألك السؤال تنصح أولادك يكونوا فنانين؟ والله هو مش ما نجمش ننصحهم خاطر حاجة في الدم حاجة في الدم يعني يكون فنان باش يجيل الفن وباش يتعذب في بلادنا عندك أولادك تلعوا فنانين؟ إي أولاد ولا بنات؟ بنات شو يعملوا؟ شو يعملوا؟ يغنيوا يقلدوا؟ لا يغنيوا يغنيوا فقط شو قولك أنا كان اليوم نعمل لك سيربريز وتدخل واحدة من بناتك هنا وتغني حلو برشا حلو تكون حلوة ياسر جيهان جلاسي
والجد طويل وزينك مارتة في جهة صالحة والجد طويلة صالحة والجد طويلة صالحة والجد طويل وزينك مارتة في جهة صالحة. جيانا جلاسي سافا مرحبا بك يعطيك الصحة صوت نكتشفه في صوت حقيقي نو مش بوس بابا شوف هو في معناها في السكريبت هذايا انه باش نقفلوا كنا بكم البرنامج هكايا معناها ديو بالناي وانت تغني لكن انا نحب نستغل اكثر الامور ما غير فرقه تنجموا تعملوا لي حاجه مع بعضكم والله يا معلش مش محضرين نعرف مين هذيك هي بنتها عاد في الدار فوالا حاجة غريبة حاجة غريبة تاخذوا في طبقة توا شنو هي ذي على الفا على الرا دا ما كردي الله كردي الله حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة علشان إحنا مع بعضينا والأول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة علشان إحنا مع بعضينا والأول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة حاجة غريبة الليل ده كله كان امبارح بيزيدني حرمان وقاسية اتغير ليه اتغير ليه حتى سواده ضيح نايم في عينيا والنجمة دي أنا عارفاها وتملي بصر وياها بس الليلة بتلمى أكتر وبتندهلي وأنا سمعاها آهي بتشاور بتشاور آهي بتقرب بتقرب أنا دلوقتي ماشية معاها حاجة غريبة حاجة غريبة انت كمان انا شايفك ماشي وياها عارفه ليه قولي انت ليه علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة اكسلون محلاكم ساعة صوت تبارك الله خمسة وخميس عليها فريمون جيان وقتاش تغرمت بالغناء انا ما نعرفكش معلو يعرفك جمهور تونسي ولا اول مره باش يكتشفك اليوم اول مره بالحق انتوليكا انا فخور وفرحان اللي اكتشفك بالحق بالحق سامحني خاطر توا انت باش زاده باش تعطيني بالضبط تعرف تغني ولا انا ما نعرفش الغناء حسيتها فريمون اون فري شونتوز مش معناها كلي بنت المغني المغرومه فهمت وانا حاب هذا نخليه الجمهور يقول ما نقولوش انا لا انت تحكي كبروفيشنال تنجم تكون حتى قاسي معاها راه مش انا قاسي معاها برشا هي. وهي تعرف اللي انا حتى في التسجيلات اللي موجود ديما نطلب
المزيد ونطلب الأحسن. معناها باش نشوفوك بيانتو في الساحة الفنية. إن شاء الله إن شاء الله. توا قاعدة نحضر في مجموعة من الأغاني، عندي توا 3 أغاني مازالوا ما خرجوش. تعاملت مع محسن الماتري، نوجه له تحية، عرفني عليه ومعتقد تقعد معناتها يحضر في مجموعة من الأغاني هو مع الملحن الكبير فاضل النوبلي، نوجه له تحية زادة. واختاروني معناتها، وتوا وصلنا عملنا 3 أغاني وإن شاء الله مازلنا معناتها كيما نقولوا نحضروا في ألبوم. شجعك بوك ولا ليه؟ بيان سور بيان سور، كيما ما شجعنيش. علاش شجعتها؟ لأني حسيت عندها موهبة. نحب نسمعك في غناية من غنايتك. اي بحبك من البداية وبحبك من زمان، حبك ساكن عيوني وفي قلبي لك مكان. بحبك من البداية وبحبك من زمان، حبك ساكن عيوني وفي قلبي لك مكان. ولأن عليك بخبي حيرانة جوا قلبي، ولأن عليك بخبي حيرانة جوا قلبي. أتمنى تحس بيا وترحم قلبي وعيني، وصرحك باللي فيا ودي كل الحكاية. بحبك من البداية. صراحة حاجة حلوة برشا، ونيفو باهي في لي بارول، في الصوت وفي الأداء. كلمات بشير اللقان وألحان محسن الماتري، وتوزيع محسن الماتري وألحان الملحن الكبير. تحية خاصة لهم الكل اللي كنت يوجود. أما اللقان يكتب المصري نعرف. نحب نزيد باش نأكد للجمهور اليوم اللي فما إن معناها كيفاش نقولوا بداية نجمة. نحبك ساعه تسمعني غنيه اخرى مش من غني من اغانيك من لي كلاسيك دي شونسون اللي تحبهم انت. ماذا بيا كان تبعها شويه بالناي وتعمل لنا جو عائلي وجو مؤثر جدا. الحبيب جو الحبيب على الام معناتها نسمع مثال شيء. تقف ما خلينيش نعرف. تحب الوقفه يضري باش نقف. اي مثال شتا نخدم تكنيسيان اليوم معاك. لا حشاك والله لا خيان عائله واحده. يلا ايش مش تقولوش لطفي العبد اللي ما يفرحش بالضيافه والدنيا. بالعكس انت فنان. تفضل سيدي. انت فنان يا لطفي. تفضل سيدي. صفقوا لي على لطفي خويا. لطفي التقني. تفضل سيدي. صفا هكا مريقل. مريقل. هكا باهي. راني هوني كان فما حاجه في الصون كلمني. من اي قوم عاد انت باش تقعدش قاعده هكاك. حبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة يا رب خليك يا أمي، يا رب خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة وحبيبة. لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية عليا، هجيب منين عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية. لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية عليا،
جيب من هنا عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية نور عين مهجتي وحياتي ودنيتي نور عين مهجتي وحياتي ودنيتي لو ترديت بالي دول دول هم هديتي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة يعطيكم الصحة سيريوزمون يعطيكم الصحة أنا زادة في بالي هذه توا الفريق الإنتاجي يهبل شوية مش شوية مش يستنى فيها جملة نعرف اللي عندك بنتك أخرى هنا في البوبليك تغني هي نورشان يعني من الناس اللي تعرفت وحب هالجمهور برشا مع خويا المنشط المعروف خويا رؤوف فانتا رؤوف كوكا نعيطولها؟ اي نورشان وينك نورشان؟ مش تستنى فيها ديجا ما عندهاش ميكرو اعطيها ميكرو اعطيها ميكرو اعطيها ميكرو اعطيها ميكرو عسلامة سافا نورشان تفضل اقعد مش باش نطولوا نحن باش نختموا الحكاية عندها صوت فاش تغني ايش تغني تغني كل شيء نورشان كل شيء العائلة السعيدة يغنيوا مع بعضهم جات ما كنتش تستناو فيها مع بعضكم خلينا نعملوا بربي تذكير للتوانسة تحبوا تربحوا الكهرباء يونداي ايفا تبعثوا ميساج فيه على 85-899 سعر اس ام اس دينار و 350 فقط نحبكم تربحوا الكهرباء ذي قبل رمضان ان شاء الله به امبروفيزي مش حاضر جمله تبقى عند بوكا وقابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمين قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمين مانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة ومفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة إلا هو مفيش فايدة في البعشق في القرب في البعشق في القرب زي العسل على قلبي هوا زي العسل على قلبي هوا نو نو كومنت هذه العائلة السعيدة العائلة الفنية بالحق هكا القعدات عندكم في الدار نو سيريوزمون معناها تقعدوا هكا شكون اخر معاكم في الدار تحبوا نجيبوا جيرانكم عيط راهو لا 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 ثم حسين ثم حسين شكون هذا سفيان وسفيان ولادك هذوما يغنيوا زادة ضمار ضمار لا توا ضمار خليهم عام الجاي هما اللي غنوا الاولاد ضمار هكا جاتكم شويه ضمار هكا موجودين هنا عمل لي هكا ظاهرين ضمري غناء فما غناء ولا هما هذوما اللي غناء معناها توا انت في خطوبه بتاع واحد منهم في كتابين الصديق ما حاجتكش لا بفرقه لا بحد شيء والله بيني وبينك فرقه اذاعه نحب نحييهم كل جاوني تبارك الله انت ما كل
صحابي والمقربين كل تكا تشرفنا فرحنا بكم سي ان غروند غروند اونور دافوار ان غروند تالون كيفك انت انتظار لي حجرت حضرت حاجه مع الباند نتاعنا على الطاير نخلي نسكر معاك تفضل جيهان حبيبي وميرسي ومرحبا بكم حبيبي حبيبي غالي لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرت جناحي عالهوى زي اليمامة لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرت جناحي عالهوى زي اليمامة وقطر وقرف رف الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وقطر وقرف رف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وأنا بخاف الملامة وأنا بخاف الملامة وأهم الملامة سألوني كتير سألوني كتير سألوني سألوني عليه سألوني 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 عليه بتحبي أيوة أيوة وحنكر ليه سألوني كتير سألوني كتير سألوني سألوني عليه سألوني كتير سألوني كتير سألوني سألوني عليه بتحبي أيوة أيوة وحنكر اللي بصوا لي ملام وقالوا لي كلام جراح ترارارارارارا فرشوا لي الأرض فرشوا لي الأرض دموع والشمس جراح بصوا لي ملام وقالوا لي كلام جراح ترارارارارارا فرشوا لي الأرض فرشوا لي الأرض دموع والشمس جراح كل ده كله عشان حبيت ولا عشان قلت أنا لفرت جناحي عالهوى زي اليمامة وقطر وقرفرف بالفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وأنا بخاف بالفضاء